بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب 29 من الكتاب 39، كتاب الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. معلوم أن وجه الرجل بالنسبة للمرأة عورة فتغض طرفها عنه، المرأة الأجنبي، وكذلك وجه المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي عورة يغض طرفه عنها. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم، لكن أمر الشارع المرأة بأن تحتجب، ولم يأمر الشارع الرجل أن يحتجب. يبقى هناك خلاف في الأحكام، فهمت بقى ازاي؟ بالرغم أن وجه المرأة بالنسبة الرجل بالنسبة للمرأة عورة، كنا نقول بقى الرجل يتحجب والست تتحجب. لا، الشارع ساب الرجل ما يتحجبش. ليه؟ لأنه بينطلق في الحياة، الحجاب قد يعوقه في العمل، وأمر المرأة أن هي إيه؟ تغض طرفها عنه، كما أنه أمر الرجل أن يغض طرفه عن المرأة. ولما كانت المرأة هي محل الزينة، احترز الشارع معها فأمرها بالحجاب، لأن هي محل الزينة ومحل شهوة الرجل، فكل ذلك حتى تستمر الحياة بطريقة لا يتشوش الرجل بالمرأة، ولا تتشوش المرأة بالرجل في أثناء مزاولة النشاط اليومي، وإلا هيضيع عمر الرجل فيما لا طائل، ويضيع عمر المرأة فيما لا فائض. وعشان كده الرجل الذي يسير خلف شهوته النسائية والمرأة التي تسير خلف شهواتها الرجالية تجدها تضيع عمرها فيما لا طائل، لا تستفيد ولا تبني في عمرها شيء، لا تحصل على علم ولا على شهادة ولا على أي شيء، ضيعت عمرها. وكذلك الرجل اللي يسير كل حياته يبحث عن النساء ويصادق النساء يضيع عمره فيما لا طائل. فرحمة بهذا الرجل وبهذه المرأة، لأن الله جعل نهمة الرجل في جمع المال وفي المرأة، وجعل نهمة المرأة في الرجل، كويس؟ وعلشان كده، علشان يحمي هذه الفطرة، حماها بقوانين عشان تستمر الحياة وتحفظ الحرم، ولا يعتدي إنسان على حرمة أخيه الإنسان. فهذه كلها قواعد اللي بيحاولوا إن هم يخرقوها من المعاصرين، ويقول لك ليه المرأة تتحجب؟ طب ما احنا لو حجبنا المرأة نحجب الراجل، ما بيقولوا كده برضه، واخد بالك؟ كلام الفارغ بتاعهم ده، عايزين يضيعوا بقى ايه جهد الناس فيما لا طائل، ويشوش الرجل بالمرأة والمرأة بالمرأة، وتتشوشوا، والحياة بعد ذلك ايه تكون كالفوضى. لكن الشارع هو أعلم بمن خلق، ولذا ورد أن النساء تحتجب من الرجال، والرجال يعني لا يحتجبن من النساء. هو ده الشرع بتاعنا، وده يعني ايه ايسر طريقة لتجنب التشويش من الجانبين. حجاب المرأة ان هي لا تبدي زينتها للرجل الاجنبي عنها، ادي معنى حجاب. فقالوا يعني تخفي عورتها. ايه هي عورة المرأة امام الرجل الاجنبي؟ كل بدنها ما عدا الوجه والكفين. وبعض العادات في بعض البلاد أضافوا الوجه، فكان الوجه عادة أقرها الشرع ولكنه لم يأمر بها على سبيل الإلزام. فتغطية الوجه عادة أقرها الشرع ولم يأمر بها، وبالتالي لو ذهبت المرأة في مكان عادة النساء يغطين وجوههن، العادة محكمة. الشافعي يقول لك العادة محكمة، غطي وجهك عشان هتبقى ملفتة. ولو عاشت المرأة في مكان لا تغطي النساء وجهها، لا تغطي وجهك حتى لا تكوني ملفتة أيضا، تقوم تبقى إنسانة عادية كده. فهمت بقى المسألة؟ بعض الفقهاء ذهبوا إلى
وجوب تغطية الوجه لأنهم تأثروا بعادة عصرهم. كان في عصرهم نشأ إمام من الأئمة، نشأ في بلد كل النساء مغطين شعرها، خلاص هيقول إن واجب شعر، وأمر الشارع بإيه؟ قل للنساء يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويقرأ الآيات يقوم إيه يفسرها على حسب الواقع اللي شايفه، فيقول واجب. لكن لا يوجد دليل في الشرع الشريف للمرأة أن تغطي وجهها، أيها المرأة غطي وجهك، لم يرد، بل بالعكس ورد في الشرع الأمر بكشف الوجه للمرأة في الصلاة وفي الإحرام. يعني لا يوجد أمر بتغطية الوجه، ولكن يوجد أمر بكشف الوجه. فهمت إزاي؟ عشان كده هيفضل طول عمر بقى الناس إيه المتزمتين اللي ينظروا للكتب القديمة أيام العادات القديمة وأثر الفقهاء بأثر زمانهم، يفضلوا إيه يكلموا العلماء اللي هم متأثرين بتغير العرف وتغير الأعراف، ويفضل يقول لك لا لا ده راجل مبتدع بيقول المرأة تكشف وجهها، والتاني يقول لك لا ده راجل متزمت ده بيقول المرأة تغطي وجهها، ويفضل بقى النقاش ده الحامل. لكن الشرع ترك الأمر على حسب إيه أعراف الناس، وبالتالي المرأة بالنسبة لتغطية الوجه هي أميرة نفسها، إن أرادت أن تغطي فبها ونعمت، وإن لم ترد فبها ونعمت، والأمر بسيط. ولكن ننصح المرأة في البلاد التي فيها المرأة تغطي وجهها أن تغطي وجهها حتى لا تكون ملفتة، وننصح المرأة في البلاد التي لا تغطي فيها المرأة وجهها كأوروبا وأمريكا والبلاد دي كلها ألا تغطي وجهها حتى لا تكون ملفتة للأمن حتى، وتعمل لنفسها مشاكل في التعليم وفي الجامعات وفي الدخول للبنوك والدخول للأماكن العامة، حتى تعرض نفسها للأمن، فما فيش داعي. واخد بالك كل هذه الأمور؟ يعني ديننا واسع، لكن للأسف ضيق الأفق جعل تغطية وجه المرأة ونقاب وجه المرأة كأنه من أركان الإسلام، هو ليس من الأركان أصلا، ده فرع من فروع الفروع. يعني الحكاية بسيطة. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. ولو كان وجه المرأة عورة ما كشفته في أكثر العبادات اختلاطا، وهي الحج أكثر عبادة فيها اختلاط. إيه الحج؟ فيش أكثر من كده اختلاط. ده أنت تروح مزدلفة تلاقي الرجالة نايمين جنب الستات من الزحام، ما هو بيبيتوا في مزدلفة وكل محرم، والمرأة ما تغطيش وجهها في الإحرام. فلو كان عورة يبقى أولى التغطية فيه في وقت العبادة اللي فيها الاختلاط، مش كده برضو؟ لا ابدا، ده بيقول لك لا ده لو غطت وجهها في الاحرام عليها فديه مخالفه. شوف قد ايه. فده يدلك على انه ليس بعوره يعني. والمراه لو صلت وجهها مغطى صلاتها مكروهه باجماع المذاهب، صحيحه مع الكراهه، لان المراه في الصلاه تفعل ما تفعله في الاحرام. فهمت ازاي؟ تكشف وجهها بس في الإحرام كفيها كمان، لكن في الصلاة لا يشترط الكفين، لكن تكشف وجهها. طب لو صلت وجهها مغطى مكروهة بإجماع الفقهاء على جميع المذاهب. طب والمرأة ما كانت بتصلي خلف النبي في مسجد النبي خلف الرجال، يعني في اختلاط برضه، وما كانش في ستارة، بل بالعكس كان الستارة بتاعتهم الأطفال، بيخلوا الأطفال تصلي خلف الرجال، هي الساتر اللي بين النساء والرجال الأطفال. وبالرغم من كده مأمورة أثناء الصلاة أنها تكشف وجهها، ومحتمل أن تكون امرأة جت متأخرة فتكمل الصلاة والرجال انتهوا، والرجال ماشيين وهم راجعين يشوفوا بعض النساء وهم بيكملوا صلواتهم. يعني ما كانش عامل لهم النبي جرز إيه لما إيه الأول إيه كل الرجالة تفضل قاعدة كده ومتوجهة للقبلة لحد ما النساء تنصرف، أوعى تبص وراك وإلا هتوخك بالرصاص، ما حصلش الكلام ده كله. لم يحدث مثل هذا التزمت العجيب اللي عملوه دلوقتي، بيعملوا اماكن للنساء في داخل المساجد كان رايحين خندق هيحاربوا، ودهاليز وسلالم ويطلعوا فوق مش عارفين، وكل ده علشان ما حدش يشوفهم. ايه المشكله دي؟ طب هي هتتابع الامام ازاي؟ وهتشوف الصفوف ازاي؟ طب افرض الامام سجد سجد التلاوه وهي مش حافظه القران، ما تعرفش انها سجد التلاوه، هيقول الله اكبر ساجد، وهي تقول الله اكبر ركعه، ومستنيه يقول سمع الله لمن حمده تلاقيه يقول الله اكبر، الله تتلخبط ما تعرفش تكمل صلاه. مش ده اللي هيحصل؟ ولو دخلت في اثناء الصلاه وهو مثلا وعايزه تدخل تلحق الصلاه
لابد تبقى شايفة علشان هم قاعدين بيقروا تشهد ولا راكعين ولا ساجدين عشان تدخل تعمل ايه؟ فهمت؟ كل ده. لكن المساجد الوهابية كلها تبص تلاقي ايه؟ يدخلوا الستات في أماكن غريبة بعيدة بعيدة. لا، لكن انظر إلى مساجد السلف الصالح، المساجد القديمة، تجد النساء ليهم مكان كده داخل المسجد مرتفع شوية، لكن ينظروا إلى ساحة المسجد عشان لما تطلع تيجي تصلي يسموه الشخشيخة المسجد، واخد بالك؟ يعني مكان للنساء يطلعوا فيه، بحيث تبقى بتبص من خلال ايه؟ من خلال هذا المكان إلى صفوف الرجال، تقدر تتابع بعينها ايه الصفوف، وتعرف تتابع الصلاة، وتعرف تدرك الإمام بيسجد سجدة سهو ولا مش هيسجد سجدة سهو، هيعمل ايه. كل الحاجات دي مهمة. لكن للأسف لما انتشر هذا المذهب الغريب المتزمت جعل النساء حتى ما تعرفش تتعبد، حتى ما تعرفش تصلي، تدخل في المساجد اللي زي دي في أثناء الصلاة مش عارفة تتابع الإمام، وتعرفش في أنهي ركعة. وبالتالي يعني أنا كانت زوجتي الله يرحمها كنت أما أصلي في أي جامع من الجامع دي أقول وإحنا جايين وهم بدأوا الصلاة أقول لها إيه بيصلي منفردة عشان تضمن إن صلاتها صحيحة، انما هتخش تعرف ازاي؟ هتعرف منين ان هو قاعد بيقرا التشهد الاوسط؟ هتشوف منين بقى؟ اذا كانوا هم مدخلينها في دهليز وراء دهليز وخندق وراء خندق، وفين على ما توصل للمكان اللي هتصلي فيه؟ فكل الكلام ده يعني ما فيش داعي لهذا التزمت الزائد. لكن كل رجل يراقب نفسه لا ينظر للمراه ولا يختلس النظر، لانه هذا ياثم يجعله اثم، والمراه ايضا لا تختلس للرجل ولا تنظر اليه، وكل واحد على نفسه بصير، وفي حاجة اسمها رقابة داخلية. فهمت؟ ادي المسائل كلها، فالامر بسيط، لكن يعملوا قضايا ومشاكل في اوروبا وبتاع علشان منعوا بنت مش عارف منتقبة ما تدخلش الجامعة، وعلشان مش عارف ايه، ويعملوا لك بقى اشكاليات كبيرة. وايام امتحانات الشفا في كلية الطب وانا كنت طالب، تيجي لك البنت المحجبه المنتقبه عايزه تمتحن الشفوي، والاستاذ الكبير اللي في دور ابيها يقول لها يا بنتي اكشفي وجهك حتى اتاكد انك انت الطالبه التي امتحنها، تقوم ترفض، يقوم يقول لها مش همتحنك، تقوم تخرج تتعيط، يقوم الجماعه بتوع الاخوان والسلفيه يعملوا مظاهره وينتظروا الدكتور بره الكليه عشان عايزين يضربوه. الله، شفت الطريقه؟ شفت الطريقه اللي كرهت الناس في الاسلام؟ طب ما هو ده الاستاذ ده عايز يطمئن فعلا اللي امامه دي هي الطالبه اللي هو هيوجزها عشان تبقى طبيبه. انا ايه اعرف؟ ممكن بعتلي اختها، ممكن بعتني واحده صاحبتها، هو ايه اعرفه؟ ما كلهم شبه بعضهم، كله زي بعضه، فمن حقه ان هو يستوثق ان دي هي دي الطالبه اللي هيوجزها، صح ولا لا؟ ولا الشرع يقول غير كده؟ لكن هم لا، ده يبقى كده بينتهك حرمة الإسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر ولله الحمد، نموت شهداء، ويعملوها قضية ويقفوا في حوش الكلية. لما الأساتذة كرهوا الإسلام والمسلمين، أنا شفت بعض الأساتذة تركوا الصلاة، كرهوا الناس في الصلاة حتى، قال دين إيه اللي بيعمل كده؟ وهو الدين اللي ما بيعملش كده الجهلة اللي بيعملوا كده، الدين أوسع من هذا وارحب من هذا. فلازم نرجع تاني ايه لسماحه هذا الدين. يعني افرض انك انت موظف في بنك وجاي لك واحده بشيك باسمها، واخد بالك، وعايز تتحقق من شخصيتها، الشيك ده بمبلغ معين وانت راجل امين على البنك بتاعك، وجاي لك واقفه لك كده منتقب تديك الشيك وتديك بطاقتها، بطاقتها فيها صورتها من غير نقاب. طب انا ايه عرفني ان اللي وراء النقاب ده هي صاحبه هذه الصوره؟ من حقي ان انا كموظف استوثق، اقول لك شيل النقاب اتاكد، والا يبقى انا كده بخل بوظيفتي، لان ممكن اصرف لها الشيك وبعد شويه تطلع مش هي ويقبضوا عليها، تطلع نصابه، وفي الاخر انا اتحول للتحقيق وافقد وظيفتي. مش ده اللي بيحصل ولا لا؟ بواب عماره قاعد على العماره واللي داخله طالعه كل شويه منتقبات، طب يعرفوا ان دي اللي ساكنه في العماره ولا مش ساكنه في العماره؟ ما يمكن يخش له راجل مجرم في صورة امرأة منتقبة ويقتل واحدة تحت وينزل والراجل قاعد البوابة عادي كله ماشي؟ ما ينفعش. يبقى حارس ايه ده؟ حارس ايه؟ حارس العقار لازم يعرف مين اللي داخل ومين اللي طالع ومين اشكال السكان بتوعه.
علشان يعرف ان الست دي دي ساكنه في الدور الفلاني ودي في الشقه الفلانيه، عشان يبقى في امن وامان، والا مش هيبقى في امن ولا امان. وفي اثناء البيع والشراء العقود الكبيره، مش شرط فول وطعميه يعني، هتشتري عربيه، تشتري عماره، لازم تبيع لامراه تعرف شخصيتها، لان يعني بتبقى عقود بمئات الالوف من الجنيهات. ما ينفعش ان انا ابيع حاجه كبيره لامراه منتخبه كده وانا ما اعرفش شكلها ايه، وهكذا. فهمت ازاي؟ وبالتالي لازم المراه تعرف امتى تكشف وجهها وامتى ما تكشفش وجهها. انت واخد زوجتك وحامل وهتوديها للدكتوره عشان تتابعها في العمل، تدخل تلاقي الدكتوره منتخبه، طب ما يمكن راجل قاعد وهو اللي هيكشف على مراتي، انا اعرفه هسلمها له، وتقلع قدامه وتكشف. ما انا لازم اعرف اللي قدامي دي هي دي الدكتوره ولا لا. وياما احنا شفنا حاجات زي دي، ناس انتحلت شخصيات وبتاع من وراء النقاب وعمل الجرائم. فهمت؟ والشرع لا يجيز هذا. لكن للاسف هم ايه؟ نسبوا الى الشرع هذا الضيق الافق الذي كره الناس في الاسلام والمسلمين. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث الخامس بعد 3000، قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله. عبد الله ده مين؟ ابن المبارك. مش تقول لي بقى عبد الله بن مسعود؟ لأن ده في طبقة مين؟ شيخ مشايخ أصحاب الكتب الستة. سويد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم أعمى، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ يبقى المرأة مطلوب أن هي أيضا تغض طرفها من الرجل حتى ولو لم يرها الرجل، كذلك الرجل مطلوب أن يغض طرفه من المرأة حتى ولو لم تره المرأة. يعني افرض بقى امرأة عمياء ما بتشوفش، معناها تقعد تحلق لها مش شايفاني، حرام برضه. ما ممكن تيجي لك امراه برضو ايه كفيفه لا تنظر، معنى ان انا اقعد بحلق لها بقى لا يصح. فهمت بقى ازاي؟ فكما ان الرجل مامور بان يغض طرفه عن المراه، كذلك المراه ماموره ان تغض طرفها عن الرجل. بس معلش يا احمد، بس الوقت الشواطئ وكده، انا دلوقتي راجل زوج او اخ، هاخد اخواتي. طب ممكن نخلي هذه الفروع بعد ما نخلص هذا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج. يبقى إيه؟ لا تسمح المرأة برجل يدخل بيتها إلا بإذن زوجها، إما إذن مسبق هيقول لها مثلا إيه فلان هيجي النهاردة بيدخليه لحد ما يجي، خلاص قال لها كده. كانت البيوت زمان أصلها واسعة، في مكان للنساء منفصل، في ساحة وفي حتة للضيوف، يعني مش معناه هيدخل البيت. البيوت اللي بتقراها في الكتب القديمة مش زي الشقة اللي انت قاعد فيها اوضتين وصالة، مش ايه؟ فهمت ازاي؟ ده كان بيبقى ايه؟ بيت كده من بابه وليه ساحة وليه فسحة وليه حجرات مختلفة في أماكن مختلفة، وبالتالي ممكن تدخله البيت وهو لا يخلو بها، لأنه البيت متسع في أماكن كثيرة. فهمت بقى؟ خلاف الشقق الصغيرة القصيرة اللي احنا ساكنين فيها دلوقتي. يبقى الأحكام بتختلف باختلاف طبائع الناس وتغير العرف. وعنه به قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يستأذنه على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. وفي الباب عن عقبة ابن عامر وعبد الله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب في تحذير فتنة النساء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني
قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. وبرضو نفس الحكاية: وما تركت على أمتي فتنة أضر على النساء من الرجال. يعني مفهوم المخالفة برضو صحيح، يعني أشد فتنة للنساء تأتيها من قبل الرجال، وأشد فتنة للرجال تأتي من قبل النساء. هذه المعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ولا نعلم أحدا قال عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمر وفي الباب عن أبي سعيد. وعنه به قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة. القصة اللي هي ايه؟ ما ينبت في النصيب، يسموه ايه؟ قصة. يبقى الشعر اللي طالع من النصيب ده وينزل على الجبهة يسموه ايه؟ قصة. القصة. وعن أبي قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بالمدينة يخطب يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن معاوية. يعني كانوا ساعات النساء تزود في شعرها وتعمل زي قصة كده، واخد بالك؟ فهذا حرام، لأن من الوصل واصلة والمستوصلة، شأن على الله الواصلة والمستوصلة. وكذلك الرجل ما يمشيش بقصة كده. المصريين حتى ما يشتموا واحد يقول لك ده راجل بقصة، يعني بيشتموه، يعني واخد بالك؟ كأنه زي المرأة يعني، فهمت ازاي؟ فالرجل برضه ما يليش انه يروح يعمل كده تسريحة ويخلي شعره كده نازل كده، ما يلقش بالرجل. الرسول كان يفرق شعره او يجيبه على ورد، واخد بالك ازاي؟ ما يجيبوش على جبهتي، وهكذا. كل دي عادات ايه؟ المسلمين من حيث اداب المظهر يعني. باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وعنه به قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبيد بن حميد عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله ده مين؟ ابن مسعود، لانه اللي حيروي عن النبي، فاهم؟ كان عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن منصور. الواشمات اللي هو ايه؟ الوشم اللي هو غرس صبغة تحت الجلد، كويس؟ دي اسمه الوشم، دي الواشمة. الواشمة اللي هي بتعمل الشغل يعني، والمستوشمة اللي هي بتطلب يتعمل فيه. يبقى الواشمة هي اللي بتعمل الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل فيه. لكن رسومات الحنة اللي بيعملوها دي مش هي دي الوشم، واخد بالك؟ رسومات الحنة دي مش إشكال، لا بأس بها، مش إشكال، لأنها لا تدخل تحت الجلد ولا تسقط. لكن الوشم الثاني فيه غرز، وفيه إسالة دم، وفيه تثبيت نجس تحت الجلد. لأنه كده كأنه بيثبت النجاسة في الجلد، فما يعرفش حتى يغسل، واخد بالك؟ كل ده منهي عنه. اللي بيسموه ايه؟ اللي يسموه المصريين زي ما بيقولك كده دج، هي دقة. لكن هو منه شرقاوي، شرجاوي، بحراوي، دج دج يا مزيجة. يبقى ايه؟ دق، اللي هو ايه؟ يقول لك ايه؟ يعني يدق، يعني ايه؟ لانه كان يدغزه كده يدقه في الجلد علشان يدخل الصبغة تحت الجلد، فالمصريين سموه دق او دق، كويس؟ ده اسمه الوشم، منهي عنه.
وحرام من الكبائر. الدليل انه من الكبائر ايه؟ انه مصحوب باللعن، فاللعن دل على انه حرام من الكبائر وليس من الصغائر. واضح؟ والمتنمصات اللي هي ايه؟ اللي هي بتزيل شعر الحاجب بالكلية، وترسم حاجب، تشيل الشعر خالص، هو ده الكبيرة. لكن لو كانت بتساويه لا بأس، لكن لو بتشيله بالكلية هو ده النمص المنهي عنه. واضح؟ مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن منصور. وعن أبي قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة اللي ايه؟ بتوصل شعرها بشعر ايه؟ طبيعي، فتدي احساس ان هي شعرها طويل وليس بطويل. هذا منهي عنه لانه نوع من الغش. طب لو وصلت شعرها بشعر صناعي، حرام من الصغائر، حرام من الصغائر. طب بشعر طبيعي، حرام من الكبائر. واضح؟ طب والباروكة، حرام من الصغائر. لو كانت بإذن الزوج جائز في البيت، وغير جائزة في ايه؟ في الشارع. كل دي تفاصيل بقى بسيطة. قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. قال: هذا حديث حسن صحيح. يعني في بعض الناس توشم في حتى في لثة الأسنان، بعض البلاد يعني مش مشهورة في مصر، لكن في بعض البلاد يوشموا حتى في اللثة، يجي يضحك كده يبان إن في خضار في اللثة، في بعض البلاد أفريقية وبعض البلاد عادات. فنهى النبي أيضا عن مثل هذه الأشياء. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه يحيى قول نافع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. والمتشبهات بالرجال من النساء وكذلك الرجال بالنساء. التشبه ده حرام من الكبائر، والوقت بقى منتشر اليونيسكس، لبس اليونيسكس. يعني ايه لبس؟ تلبسه الرجاله وتلبسه الستات، محل كده يدخل الستات تلبس منه والرجاله تلبس منه. نفس لبس اللي هو بالظبط، يسموه اليونيسكس، أو ده حرام من الكبائر عند المسلمين. لابد أن يكون المرأة لها مظهر يختلف عن مظهر الرجل، ويبقى ليها ثياب منفصلة عن ثياب الرجل، وألوان تختلف عن ألوان الرجل كمان. وإلا هذا التشبه ممنوع، واخد بالك؟ حرام عند المسلمين، حرام من الكبائر. ده في اللبس والزينة، وفي التصرفات وطريقة الكلام وهيئة المشي كمان حرام. لا يتكلم بطريقة النساء، ولا المرأة تسترجل تتكلم بطريقة الرجال. واخد بالك ازاي؟ كل واحد يخليه زي ما ربنا خلقه على طبيعته بغير تكلف. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. لكن لو واحد ربنا خلقه طبيعته بيتكلم زي الستات، طبيعته خلقته كده مش متكلف، لا شيء عليه، يحاول يغير نفسه بالقدر يمكن، لكن لا شيء عليه. ولو امرأة ربنا خلقها صوتها جش زي الرجال كده وبتتكلم بطريقة الرجال، لأنها هي طبيعتها كده، اتربت في وسط ايه؟ اخواتها كلهم رجال صبيان، وهي البنت الوحيده في وسط صبيان، فتعودت عادات الصبيان لانها اتربت في وسطهم، فطلعت كده منشأها. تحاول تغير بقدر طاقتها، لكن ايه؟ هي مش بتتعمد التشبه، يبقى ما تدخلش في المساله. فهمت بقى ازاي؟ لكن الانسان بقدر الامكان
يحاول يتصرف على حسب نوعه، إن كان رجل يتصرف تصرفات الرجال ويلبس لبس الرجال ويظهر بمظهر الرجال ويجلس مجلس الرجال، وكذلك المرأة إن كانت امرأة تراعي مثل هذه الأشياء من حيث المظهر والمجلس. يعني في جلسة مجلسها سائر الرجل مثلا، الست ما تجلس زي الرجل، تقعد كده وفاتحة رجليها كده وقاعدة، ما ينفعش كده. المرأة المفروض تضم نفسها، فاهم؟ حتى في الصلاة المرأة في الصلاة تضم نفسها والرجل يبعد إيديه، واخد بالك؟ يعني المرأة تجافي والرجل إيه؟ المرأة تضم نفسها والرجل يجافي. المرأة أثناء السجود تخلي بطنها على فخذيها والرجل يجافي بطنه على فخذيه. يعني حتى في هذه الهيئات ذكر الشرع أن المرأة لها هيئة حتى في العبادة، فما بالك في سائر نشاط الحياة. وبالتالي تربي أولادك على هذا المعنى. البنات يلعبوا مع البنات والصبيان يلعبوا مع الصبيان، حتى لا تكتسب البنت من صغرها طبائع الرجال في اللعب، تبقى عنيفة. ولا يكتسب برضو الولد طبائع النساء في البنات في اللعب، وهكذا. يعني انت ابنك مثلا تخليه يلعب مع الولاد، بنتك تخليها تلعب مع البنات. ده من التنشئة، بيخليها بعد كده لما تكبر وتصل الى حد التكليف تبقى تبقى في هيئة، في الهيئة اللي ربنا خلقها عليه بدون تغيير يعني. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. المخنث من الرجال يعني المتشبب بالنساء، والمترجلات من النساء. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعترت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، لأنها هتلفت انتباه برائحتها الرجال فينظروا لي، والعين زانية، والذي يعين على المعصية كأنه فعلها، فهمت بقى المسألة؟ فالمفروض أن لا تلفت الرجال برائحتها ولا بمظهرها ولا بزينتها ولا بقبحها. مش معنى كده أنها تبقى تمشي يعني تقبح نفسها أو تخرج رائحتها كريهة، طب ما هتلفت انتباههم برضه بالرائحة الكريهة. يعني المفروض تبقى غير ملفتة. الخلاصة أنها تبقى المرأة غير ملفتة. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. المصريين يقول لك الست تحط احمر وابيض والراجل ما يحطش احمر ولا ابيض. الاحمر وابيض يعني طيب ظهر لونه، تحمر خدودها وتبيض مش عارف تعمل وتحط في على جفونها، بس كل ده في بيتها، كل ده في في بيتها. والراجل ما ينفعش ياخد بقى من المكياج بتاع مراته ويقعد بقى يعمل كده ويخرج، فهمت ازاي؟ ما ينفعش كده. يبقى طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب المرأة وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. يعني المفروض ان الرجل يعمل يستعمل طيب ملوش لون على بشرته، فهمت؟ لا يترك لون على بشرته. والمرأة تستعمل اللون اللي على بشرتها، بس لو كانت هتخرج يبقى وحط على بشرتها حاجة يبقى عليها تنقب نفسها، طالما هتخرج بقى باحمر وابيض وتحط روج ومش عارف وبتاع يبقى عايزه تعملي كده اخرجي بالنقاب بقى، فاهم؟ عشان لا تظهري الزينه. وعن ابي قال حدثنا علي بن حجر
قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، وحديث إسماعيل ابن إبراهيم أتم وأطول. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن ميثرة الأرجوان. ميثرة الأرجوان المياثر، في رواية نهى النبي عن المياثر. ايه هي المياثر؟ مفارش من حرير كانت توضع على الرحل او على السرج او على البردعة يجلس عليها الرجل، مفرش من حرير او دباج. فنهى النبي عنها، عدم جواز استعمال الحرير للرجال. والأرجوان اللي هي ايه؟ شديدة الحمرة، يعني الأرجوان المصبوب الأحمر، لأن يبدو أن كانت المياثر اللي من حرير كلها مصبوغ بالأحمر في عصر النبي، فنهى عن ميثرة الأرجوان. لأن لكن لو صبغ الحرير بأي صبغة برضه ما ينفعش ياخده مفرش، واضح؟ ونهى عن ميثرة الأرجوان. يبقى ميثرة، الميثرة هو المفرش أو النمط، احنا قلنا النمط اللي هي الأنماط، مفارش توضع على إيه؟ على الكرسي عشان يجلس عليه، أو على سرج الفرس عشان يجلس عليه يركب، او على بردعة الحمار عشان يركب عليه، او على الرحل في الجمل فيركب عليه، وهكذا. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يبقى ما يجيبش برضو غطى فرش العربية من الحرير ويركب، ولا غطى فرش التوك توك اللي هيركب، فاهم؟ كل ده ايه؟ ما ينفعش يبقى حرير. حط مفرش حرير كده على الكرسي اللي بيسوق فيه العربية بتاعته، ما ينفعش. يبقى لأنه ده نسميه ميثرة، والنبي نهى عن المياثر، واضح؟ باب ما جاء في كراهية رد الطيب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يبقى لما واحد يهديك الطيب أو يريد أن يطيبك، إيه من حسن العشرة ألا ترده حتى لا تكسر خاطره، لأنه خفيف المؤنة ولا منة فيه، خفيف المؤنة ولا منة فيه. إمتى ترد الحاجة؟ لو كان فيها منة كبيرة، مش عايز حد يمن عليك. لكن الطيب، التمر، الوسادة، يديك وسادة تسند عليه، يديك الحاجة، كل دي حاجات خفيفة المؤنة لا منة فيها، فلا تردها من باب حسن العشر. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن يعني به الطيب. ثلاث لا ترد لخفة المؤنة فيها ولعدم المنة، لخفة المؤنة ولعدم المنة لا ترد. الوسائد يعني واحد اداك مسند تسند عليه، ما كناش حاجة قول له جزاك الله خير خده، واحد تاني ادالك طيب عايز يطيبك كده، ما فيش مانع اديله ايدك طيب جزاك الله خير، واحد تاني ادالك ايه شويه لبن تشربه جزاك الله خير. لان ايام العرب كان اللبن ده سهل، دلوقتي احنا اللبن مش خفيف المؤنة، ان انت بتشتريه يبقى ممكن ترده لانه هيبقى فيه منه، لكن ايامهم ده بيحلب الشكل عادي، اللبن عندهم زي الميه، يعني كان ما يعطش يروح يشرب لبن، فهمت ازاي؟ لانه موجود في البيت اكتر من الميه، لكن فخفيف المؤنة. يبقى العله خفه المؤنة مش النوع، فلو تحول اللبن الى شدة المؤنة كالشراء وبقى اصبح نادر يبقى ايه؟ يرد. يا اما تدفع ثمنه عشان ما يعيركش بيه. حتى ليه المنة؟ المنة تؤدي الى التعيير.
يقول لك انت كنت جعان مش لاقي تاكل وكنا بنشربك وجاي في الاخر تعلي صوتك علينا. طب يا سيدي مش عايز اشرب، سلام جزاك الله، مش عايز اشرب عشان ما يمنش عليك. لدرجه يقول لك لو واحد في مكان ما فيهوش ماء ووجب عليه الوضوء فبحث عن ماء فلم يجد الا بيع، فهمت ازاي؟ فوجداه فوق ثمن المثل فلا يشتري ويتيمم. طب عرض عليه الماء إعارة يقبله ولا يتيمم، لأن الإعارة خفيفة المؤنة لأنك هتردها تاني. طب عرض عليه هبة يقول لك يتيمم ولا يقبله لشدة إيه؟ المؤنة ولوجود المنة. شوف قد إيه إلى هذه الدرجة، لأن كان زمان المية نادرة في الصحراء. طبعا الكلام ده ما ينفعش أهل مصر، أهل مصر ده أنت لو حفرت شوية تلاقي مية، ولا ينفع عندكم في ماليزيا، عندكم ميه في كل حته، لكن ينفع في جزيره العرب اللي عايشين في صحراء عندهم الميه غاليه. فممكن يمن عليك ان ادالك الميه، فهمت بقى ازاي؟ يبقى الاحكام لازم تراعيها تتغير بتغير الاعراف، فهمت بقى المساله؟ يعني لازم اما تقرا احاديث النبي تقرا عله الاحكام من خلال النصوص، عله الاحكام من خلال النصوص، لان اذا انتفت العله انتفى الحكم. واضح؟ قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعبد الله هو ابن مسلم ابن جندب وهو مدني. وعن أبي قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبد الله بصري وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواب عن حنان عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف حنانا إلا في هذا الحديث. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل ابن مل، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه. يعني حديث ضعيف في غاية الضعف، في واحد ما مجهول الحال، وفي الراوي لم يروي عن النبي، كان في زمن النبي ولم يثبت له أنه روى عن النبي، يعني حديث في غاية الضعف، لكنه يوافق ما قبله في طرق كثيرة، أن النبي نهى أن ترد الطيب، فهمت إزاي؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.